يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام الصنعاني رحمة الله عليه: الواجب إفراد التوحيد لله اعتقادا يقول الإمام الصنعاني رحمه الله: الواجب إفراد التوحيد لله اعتقادا وعملا لله تعالى وحده. ما الرأي في من يقول إن العمل ليس بركن في الإيمان وإنما هو شرط كمال فقط؟ لا، ما يقولون هذا، ما يقولون التوحيد ليس من الإيمان، يقولون الأعمال الجوارح الفرعية، الأعمال الفرعية، أما أمور العقيدة لا، ما يقولون هذا. نعم، من الإيمان، ولا يكون إيمان إلا بها. نعم.